تخليك تتنرفز وانت في الشغل؟ في اكتر من حاجه تخليني اتنرفز، حاجات جوه الشغل وحاجات بره الشغل، ومعرض للحاجات دي. لازم اكون طبعا احيانا عصبي، احيانا متوتر، بس بحاول اعمل كنترول على نفسي واسيطر واحاول اكون هادي شويه. اكتر حاجه اللي هي تنرفز بيبقى الشغل نفسه وانت شغال ولا الناس؟ لا، الشغل نفسه. الناس، الناس اصل مختلفين، ممكن يكون واحد بيستفزك، واحد بيهزر معاك، بس لازم تكون مسيطر قدام الناس، غير لما بتكون لوحدك وشغال لوحدك والناس مش شايفاك، هنا النرفزة بتبقى اكتر. شفنا عم سيد وهو بيشتغل وسألناه، فهو قال ان ممكن ظروف الشغل وممكن الناس اللي حواليا يكونوا السبب اللي بيخليني ابقى متنرفز. ممكن افقد اعصابي بسبب الاحداث، الدنيا حر، الشغل اللي انا بشتغله فيه حاجات كتيره ممكن تتلخبط، ممكن حد يقول كلمه من الناس اللي بيشتغلوا معاه، ممكن احداث كتيره تحصل حواليه تخليه ممكن يبقى بيتنرفز. لكن النهارده خليني اقول لك اجابه جميله. في الاول انت مسؤول عن تصرفاتك، يعني مش الاحداث ولا الظروف اللي حواليك هي اللي بتخليك انت تبقى متنرفز، لكن انت اللي عليك تختار اختيارات صح علشان ما تبقاش متنرفز. الحاجه الثانيه، وسع قلبك كمان، وسع قلبك، لان ممكن يكونوا في ناس بيغلطوا، ممكن تكون ظروف خارج عن ارادتك، لكن دي كلها انت لو وسعت قلبك واستوعبت الناس واستوعبت الظروف هيقل الاحتماليه بتاعه النرفزه. حاجه ثالثه كمان مهمه جدا، هي انك خليك بطئ شويه السرعه. احيانا لما الشخص يبقى مستعجل وعايز يعمل حاجه بسرعه يكتشف انه النرفزه بتيجي سريع. لو السؤال بتاعك ازاي ممكن اتغلب على النرفزه، العنوان: انت مسؤول عن تصرفاتك مش حاجه من بره، وسع قلبك واستوعب. الحاجه كمان المهمه هي انك كمان تبطئ السرعه بتاعتك عشان تكون تقدر تتحكم في قراراتك وفي تصرفاتك. ربنا يبارككم، يوم جميل ليكم.